أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور محمد أيمن عاشور أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالجامعات الحكومية للوفاء برسالتها الأكاديمية والتوسع في إنشاء كليات جديدة لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير التعليم العالي لجامعة دمنهور للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة دمنهور لمتابعة سير العمل بعدد من الكليات التي يتم تطويرها. الوزير أكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالجامعات الحكومية لتكون قادرة بأداء رسالاتها الأكاديمية. تفقدنا الحقيقة العديد من المشروعات والإنجازات اللي على الأرض. لما بنلاقي أن في كلية الطب مستشفى محتاجاها المحافظة، حجم الانجاز اللي احنا شفناه النهارده مشروع واعد، والحقيقه اكتر من 400 سرير، حجم كبير من غرف العمليات والحضانات والعلاج والعيادات الخارجيه، ده كله هيضيف لمنظومه المستشفيات الجامعيه. جامعه دمنهور حقيقه بقوه بتساهم في خدمه المجتمع المحافظه او على مستوى الاقليم. كمان كلية الطب الحقيقة برضو ساعدنا النهاردة، تشرفنا بزيارة كلية الطب البيطري، كلية طب الأسنان، كلية الطب البشري اللي هي دلوقتي الحقيقة مع كلية الطب مع المستشفى هتبقى إضافة واعدة. 1.5 مليار جنيه هي قيمة وحجم المشروعات التي أقيمت بجامعة دمنهور لتلبية احتياجاتها التعليمية لتكون صرحا تعليميا جديدا على أرض محافظة البحيرة. جامعة دمنهور هي ظهير علمي للمحافظة والإقليم ككل، والمجلس الأعلى بيدعم الأفكار الجديدة في البرامج ونشأتها. كنا احنا شغالين دلوقتي عندنا أطر حديثة لسرعة مراجعة البرامج، وعندنا رؤى ازاي البرامج الحديثة ترتبط بسوق العمل الخارجي، ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا ونقطة ارتكازية، لان احنا في الاخر بيهمنا ان الخريج يبقى مؤهل بشكل فوري ان هو يستوعب داخل سوق العمل، ما بقاش فيه فترة بينية للتدريب اللي هيبقى محتاجها او الاتصاق بشكل مختلف مع سوق العمل. التوسع في انشاء العديد من الكليات والتخصصات المختلفة تعكس مدى اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم وفقا لرؤية مصر 2030. محمد محروس، التلفزيون المصري.